الوكيل له صلاحيات متعلقة ب بأعراف أهل البلد وأعراف أهل الصنعة، فأهل الصنعة لكل صنعة لهم أعراف. فعندما أنت تشتري مثلا من بائع خضار، تشتري منه أي نوع من أنواع الخضار أو الفاكهة، ثم إذا به يقول لك هذه زيادة، هل يجب عليك أن تقول أين صاحب الحانوت المحل حتى أرى هل يوافق على هذه الزيادة أم لا، أم ترجعها إلي؟ ما هو هذا التكييف الفقهي بناء على هذه المسألة؟ الجواب عرف الناس. هيك بس كلمة عرف الناس. عرف الناس وأن يكون عرف الناس وأن يكون الوكيل محل الأصيل. فهو لما يعطي فهو عرف الناس أنه محل الوكيل. أولاً نقول لابد من النظر إلى هذا الشخص الذي زادني، هل هو وكيل صاحب العمل؟ اثنين، هل أعراف أهل الصنعة تأذن بهذه الزيادة على الشيء المشترى؟ ثلاث، والله ذكرناهم هاي الأمور الثلاثة. ثلاث، ألا يعود على الوكيل بأي مصلحة، ألا يعود على الوكيل بأي مصلحة شخصية في حقه. أما حضرتك وين؟ والله أنا البنشرجي بتاعك وبصلح السيارات هنا وجاركو. شو شريت من عنا؟ شرينا من عندك لحمة وشرينا ألف باجي، مول سوق تجاري. خلص يا رجل المبلغ كم طلع؟ طلع 50، خذوا منه 45، بس بدي أبعث لك سيارتي تسوي البنشر. لا يجوز هذا الخصم 5 دنانير لهذا البنشرجي مقابل أنها عادت بمصلحة على هذا الوكيل، مصلحة شخصية، هذا مال حرام والعياذ بالله. وبالتالي إخواني في الله أيضا العكس، وهي مسألة تتردد ونسأل عنها كثيرا، وهي أن شخص مثلا عنده مكان لتصليح السيارات نسميه كراج ميكانيكي لتصليح السيارات، فيكون يتعاقد مع شخص لشراء قطع السيارات، فيقول له متى أنا جئتك وجئتك بهذا الشخص ليشتري قطع السيارات فلا بد أن تحسب حسابي، سنشتري منك عدة أفرهول مثلا وتكلفنا 300-400 دينار وربما أكثر حسب نوع السيارة وحسب نوع كبرها وحجمها، وقد تصل إلى 1000 و2000، ولكن لابد أن تحسب حسابي. فذاك الشخص صاحب السيارة يذهب مع هذا الميكانيكي، وعندما يصل إلى محل قطع السيارات يقول له الميكانيكي اشتري كذا اشتري كذا، طيب يا أخي أنا وكلتك شوف المناسب، يلا يا عم طلع لنا فاتورة وأعطينا فاتورة. و ثم إذا من خلال ومن وراء هذه الفاتورة تكون هناك خصم خاص لمن؟ لهذا الميكانيكي، وهذه الوكالة لا تجوز لأنها تعود بنفع الشخص على من؟ على الوكيل. وكذلك في صورة أخرى ذكرناها في الدرس الماضي، أن شخصا أعطاك مالا وقال لك مثلا اذهب واشتري لي سيارة، وسيارة بالموديل الفلاني بالمواصفات الفلانية، وقرأت أنا عنها وربما تصل ثمنها إلى 10,000، فعندما ذهبت أنت وفاصلت حصلتها ب 9,000،
الألف هذا لا يجوز أن يكون لك. هذا بالعكس. إذن في الصورتين، سواء أنت تخصم أو يخصم لك، ما دمت وكيلا وتعود المصلحة إليك فلا يجوز. إذن ذكرنا هاتين الحالتين المتعاكستين، وهما يكثر السؤال عنهما في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.